هذا الوطن يتطلب أن يكون فيه جند، جند قوي عزيمة، جند يفهم ما هو عليه حامل في النهار. الرجال هي اللي تصنع المصانع، الرجال هي اللي تصنع سعادته، الرجال هي اللي تصنع حياته، الرجال اللي هي تصنع حاضرها ومستقبلها، لا المصانع. نعم. شو المصانع؟ وإن لله وإنا إليه راجعون. صاحب السمو رئيس دولة الإمارات طيب الله ثراه، كان رجل دولة بكل ما في الكلمة من معنى، حياته في هذا التقرير. شعبها كلهم أيتام.
Dying.